كما نرى وكما نتابع مشاهدينا الكرام متابعينا محبينا على تلفزيون دولة أيضا الكويت القناة الرياضية القادسية على يمين السادة المشاهدين باللباس الأصفر العميد الكويتاوي باللباس الأبيض على يسار الشاشة في أيضا مباراة نتمنى أن تكون واحدة من مباراة الموسم من مباراة الكبيرة التي تجمع الفريقين القادسية بقيادة المدرب الجزائري خير الدين هنا في هذه المباراة طرق الشوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام القادسية في ضيافة نادي الكويت القادسية خالد الرشيدي في أيضا حراسة المرمى راشد التوسي الظهير الأيمن الألباني لورانس تراشي في أيضا أساسية في هذه المباراة العراقي الدولي علي فايز بقيادة أيضا قلب الدفاع مع خالد محمد إبراهيم في هذه المواجهة وسط الميدان عيد الرشيدي الجناح الأيمن فهد الأنصاري محمد خليل كلاعبان ارتكاز في هذه المباراة أحمد الضفير الذي يأتي في الطرف الأيسر وفي المقدمة الجامايكي روماريو وأحمد الرياحي هذه المباراة وهذا اللقاء وأي لقاء ما بين المدربين خير الدين مضوي المدرب الجزائري والذي يقابل واحد من أيضا المدربين الكبار المدرب التونسي الدولي يعني المعروف نبيل معلول واحد من أيضا المدربين الذي يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية في أيضا يعني قيادته وعودة نادي الكويت إلى أيضا يعني الصدارة وفي أيضا منصات التتويج نبيل معلول اللي جاء بأسماء اليوم وفي حراسة المرمى حميد القلاف وفي أيضا إصابة لمشاري خنام العنزي حميد القلاف كما ذكرت في حراسة المرمى فهد الأنصاري وريان ماكي كوان الأسترالي الدولي في أيضا قلب الدفاع مشاري خنام العنزي الظهير الأيسر سامي الصانع الظهير الأيمن وسط الميدان لطلال الفاضل وأيضا المغربي الدولي المهدي بن رحمة أحمد الزنكي الذي يأتي في الطرف الأيمن فيصل زايد في الطرف الأيسر وفي المقدمة الكنغولي أمبوكاني وعلي حسين أيضا يعني يأتي خلف أمبوكاني هذه التوزيعة وهذه التشكيلة التي جاءت الآن لأيضا المدرب التونسي نبيل معلول واللي يعرف كل الخفايا يعرف كل الأرقام كل التفاصيل كل أيضا الأسماء كونه كان مدرب لمنتخبنا الوطني في عام 2015 واللي أيضا يعرف كل حيثياتي وكل تفاصيلي أيضا لاعبي منتخبنا سواء من الفريقين هنا أيضا المتابعة الكويت الذي أتى بفوزين ماضيين جاء في الجولة الأولى وفوز عريض بأربعة مقابل اثنين على اليرموك وأيضا جاء في الجولة الثانية لأيضا الفوز على نادي التضامر بهدف مقابل لا شيء بأقدام المغربي المحترف الدولي المهدي بن رحمة رمي التماس لأيضا لأيضا سامي الصانع محاولة في الجهة اليسرى إلى فيصل زايد وأحمد السنكي وعلي حسين واللي يقع على عاتقهم الكثير من الأهمية من أيضا الثقة الكبيرة التي يضعها المدرب نبيل معلول في هذه المواجهة واللي قام معسكر يعني عدة أيام استعدادا لهذه المباراة مهدي بن رحمة محاولة في وسط الميدان عودة إلى الأسترالي رايان ماكي جواني إلى روماريو محاولة ولكن أيضا تتخلص وتبعد تبقى إلى أيضا نادي القادسية القادسية محمد خليل فهد الأنصاري مقطوعة من أمبوكاني الكنغولي واحد من أيضا من عناصر الخبرة الدولي الكنغولي أمبوكاني خطع على أحمد الضفيري في أيضا لصالح نادي الكويت والهدوء وما يميز الحكم الأثيوبي السيد بلاك تيسيما المشهور والمعروف بتيسيما 41 عام دولي قاد يعني الكثير من اللقاءات تسلم الشارة الدولية في عام 2009 وخاض يعني مباراة دولية كبيرة سواء في كأس العالم أو على السواء في دوري أبطال إفريقيا وفي التصفيات أيضا البدائية والنهائية لأيضا كأس العالم في أيضا أن أيضا يعني المواية إلى قطر 2022 خطأ لصالح نادي الكويت الآن لأيضا في مكان
يعني يعد يعني بعض الشيء بعيد لهذه ايضا المتابعه. المهدي بن رحمه لعب الدولي المغربي محاوله الى الامام ولكن تسديده تبعد بعيده لايضا لمرمى الحارس خالد الرشيدي. تابعنا خالد الرشيدي في اللقاءين الماضيين واللي قدم يعني مباراه ممتازه امام الغريم الاثلي، امام ايضا الغريم التقليدي العربي واللي فاز القادسيه بهدف باقدام بدر المطوع الدولي الغائب عن هذه ايضا المباراه، الغائب عن التشكيله الاساسيه، وكونه يملك لارقام ولاحصائيات وللاكثر تسجيلا للاهداف للقادسيه على حساب نادي الكويت، هذا ما يملك بدران الغائب عن التشكيله الاساسيه في هذه المباراه. يبدو في اصابه لايضا يعني المهدي بن رحمه المغربي الدولي اللي ايضا لعب 28 عام، لعب لقطر القطري وللجيش الملكي المغربي، يعني يملك لسيره يعني كلاعب جيده اذا ما تمت المقارنه مشاهدينا الكرام عن وضعيه ايضا المقارنه. ما الذي يعني في هذه ايضا المباراه للاعب نادي الكويت؟ اصابه اوليه لمشاري خلام، اصابه اخرى للمغربي المهدي بن رحمه القادسي الذي جاء في اللقاءين الماضيين في الجولتين الماضيتين، الجوله الاولى فوز بهدفين مقابل الاشياء على الشباب احمد الضفيري عيد الرشيدي، جاء كما ذكرت بفوز على العربي باقدام بدر المطوع في اللقاءين الماضيين. هذا اللقاء الذي يحمل رقم 126 ما بين الناديان الكبيران، 126 مباراة فوز، 53 مباراة للقادسية، ما يناسب وما أيضا يعادل 42% من لقاءات الفريقين. 38 مباراة 38 مباراة 38 مباراة فاز بها أيضا النادي الكويت، 38 مباراة فاز بها أيضا نادي الكويت أيضا على القادسية في السجل التاريخي لهذه البطولة. انطلاقة سريعة باتجاه المرمى، جمالك جمال، يا سلام، بركان واضح للعميد الكويتاوي احمد الزنكي يضع نادي الكويت في الدقيقة الثامنة. يا سلام يا سلام يا سلام على احمد الزنكي، توجيهات، ابداع، تمريرة جميلة للعميد الكويتاوي. لاحظ، تابع هاتم للشبكة يا خالد، احمد الزنكي يضع نادي الكويت بايضا المقدمة في الدقيقة الثامنة من احداث الشوط المباراة الاول لاحمد الزنكي اللي يضع نادي الكويت في المقدمة على حساب القادسية. الان اخذ مباراة، الان استمتع بالمباراة، الان تجد ايضا ردة الفعل العالية اللي لربما تكون للقادسية عيد الرشيدي. وسط الميدان الان محاولة لايضا اللاعب محمد خليل الى الدوري علي فايز الى خالد الرشيدي، واحدة من اللقاءات المهمة والمثيرة اللي نتمنى ان تكون مباراة ممتعة في هذه الامسية الباردة، الامسية الجميلة هنا في استاد نادي الكويت والجماهير الحاضرة. حقيقة رأينا الجماهير منذ الساعة الرابعة عصرا والحضور لأيضا جماهير الفريقين في هذه المباراة. علي فايز متابع الى فهد الانصاري، محاولة عارية يغير تماما الى الطرف الايمن الى ايضا اللاعب عيد الرشيدي، طالت ذهبت خرجت الى خارج قضية الملعب لصالح نادي الكويت باقدام احمد الزنكي. والمقابلة في ايضا هذه المباراة
فوز 38 للكويت، 53 مباراة فوز للقادسية، التعادل السلبي والإيجابي جاري 34 مناسبة، الأكثر تسجيلا 178 للقادسية، 150 هدف للكويت. إحصائيات أرقام تبقى في أيضا لقاءات الفريقين، واللي لطالما نشهد الندية، نشهد الإثارة في العشر سنوات الأخيرة ما بين هذين الكبيرين القادسية والكويت في استاد نادي الكويت في بطولة دوري STC للدرجة الممتازة. نسير في الجولة الثالثة، نسير في الجولة الثالثة ما بين الفريقين بعد ما رأينا واللي بدأت في يوم الخميس الماضي بأيضا تعادلات ما بين الشباب والفحيل، تعادل ما بين النصر وكاظمة، وأيضا لقاء الأمس يوم الجمعة الأمس التضامن الذي فاز على اليرموك بهدفين مقابل هدف، العربي والسالمية والتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين. عربي سجل هدفين بأقدام السوري المحترف الدولي ماردوكيان، انسعد مدى إليكس ليما للسالمية. نبقى في أجواء هذه المباراة المثيرة متابعينا الكرام على يعني في لقاء الأكثر حضورا، الأكثر تميزا، الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة. لطالما يعني أيضا نبحث عن هذه أيضا المباراة الكبيرة. وسط الميدان الآن مهدي بن رحمة إلى أمبوكاني، أمبوكاني في منتصف الميدان إلى المهدي بن رحمة الدولي المغربي إلى أحمد السنكي، سجل هدف الدقيقة الثامنة بذكاء أيضا وضع نادي الكويت في المقدمة في الدقيقة الثامنة من أحداث شوط المباراة الأول. أحمد السنكي الدولي لاعب الأزرق، جماهير كويتاوية تساند العميد في ملعبها وفي أيضا ضيافة الصعيب القدساوي الأنصاري في منتصف الميدان. متابعة الآن محاولة مريرة ولكن أيضا دخول عنيف وقوي من اللاعب الأسترالي رايان ماكيغوان، المدافع 32 عام، واحد من الأسماء المشهورة والشهيرة في داندي الأسترالي ونادي سيدني أفسي، لعب لنادي برادفورد الإنجليزي، الشارقة الإماراتي، وأيضا يعني شاندونغ الصيني. سيرة كبيرة للمدافع الأسترالي رايان ماكيغوان. هنا أيضا المتابعة لهذه المباراة، إمشاري غنام الظهير الأيسر إلى الآن يقدم عطاءات ممتازة مع أيضا الظهير الآخر سامي الصانع في الطرف الأيمن. نتابع إلى أمبوكاني، انطلاقة سريعة، محاولة المتابعة إلى علي حسين إلى أمبوكاني، ولكن أيضا تبقى لخالد محمد إبراهيم. خالد محمد إبراهيم إذا تتحدث عن هذا اللاعب المدافع واللي شاهدناه في الجولتين الماضيتين تجد أن التطور واضح، التغير واضح نسبيا إذا ما تمت المقارنة في المواسم الأخيرة، المواسم الأخيرة التي جمعت هذا اللاعب مع القادسية. وسط الميدان الآن خطأ لصالح القادسية. نتابع لأيضا هذه المباراة، المتابعة مشاهدينا الكرام لأيضا تقدم نادي الكويت في الدقيقة الثامنة بأقدام أحمد السنكي، لأيضا بأقدام وعلى مرمى خالد الرشيدي. حميد القلاط حارس المرمى، الصدارة نادي كاظمة بعد التعادل ليلة الأمس أو يوم الخميس الماضي أمام النصر بهدف لكل من الفريقين، 7 نقاط لأيضا نادي كاظمة، 7 نقاط لنادي كاظمة في الصدارة. كرة اللعب الآن إلى سامي الصانع في الطرف الأيمن، عودة إلى علي حسين، علي حسين محاولة عرضية ولكن الإبعاد من راشد الدوسري إلى أيضا حارس المرمى خالد الرشيدي. الأكثر تسجيلا خائف في هذه المباراة بدران بدر المطور،
تعشد في بدر المطوع الأكثر تسجيلا للقادسية على حساب نادي الكويت في لقاءة بطولة الدوري كرة العبلان بشاري خنام، محاولة ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب، تبقى إلى ضربة مرمى لصالح خالد الرشيد. بدر المطوع 13 هدف، يأتي عثمان العصيبي ب 12 هدف للقادسية، 10 أهداف لأساطير كرة القدم لجاسم يعقوب ولفيصل الدخيل، حمد الصالح أيضا لعشر أهداف، 6 أهداف لمحمد المسعود ولكريم النصار ومساعد نده في اللقاءات المباشرة وفي المواجهات المباشرة التي تجمع الفريقين على مر التاريخ. الحديث عن 125 مباراة ماضية، لأيضا على إذا تعرف وإذا تتحدث عن الأسماء الكبيرة لنادي القادسية عندما سجلت على الكويت، لكن هناك كبار أيضا للعميد الكويتي محمد عبد الله 8 أهداف، 7 أهداف لصلاح الحساوي محمد شعيب، 6 أهداف لزهير عبد الخالق وعبد الجبار عبد القدوس ولعبد العزيز العنبري، واحد من أساطير الجيل الذهبي للكرة الكويتية عندما سجل لنادي الكويت على حساب القادسية في اللقاءات التاريخية ما بين الناديين. متابعة إلى الأمام إلى أبو كاني، يضع تحت رقابة الدولي العراقي علي فايز في وسط الميدان، هل يستطيع نادي القادسية من العودة إلى أجواء التعادل في ظل يعني الطريقة، في ظل الأسلوب اللي لعب به ويلعب إلى الآن بقيادة المدرب الجزائري خير الدين مضوي؟ هذا ما سوف نتابعه وسط رقابة لصيقة من الفهد الهاجري وريان ماكي جوان الأسترالي لأيضا الجامايكي روماريو ويليامز. المتابعة الحذر إلى الآن غائب من أيضا في هذه المباراة اللي حقيقة المفتوحة على كل شيء متوقع في هذه المباراة. عيد الرشيدي في منتصف الميدان، محاولة إلى الأنصاري البطيء في هذه الفرصة إلى بوكاري، يقدم عطاءات ممتازة، انطلاقة سريعة في الطرف الأيمن، نادي الكويت يحاول من الحفاظ على هذه المباراة على هذا الهدف. أحمد الزنكي إلى المهدي بن رحمة إلى علي حسين، لاحظ التمريرات هنا سامي صالح انطلاقة يا سلام، متابعة باتجاه المرمى ولكن في صافرة ورايا وتسلل على الكانغولي أمبوكاني. الكانغولي أمبوكاني نادي الكويت اللي اعتمد واللي تعاقد في بداية هذا الموسم مع 5 محترفين، ولكن بسبب تواضع المستوى للنيجيري جون أوبي ميكيل، جون ميكيل لاعب تشيلسي السابق واللي لم يكن مقنعا حقيقة لا لإدارة نادي الكويت أو على السواء لمحبي العميد الكويتي. كرة اللعب إلى روماريو، محاولة إلى الأمام، متابعة ولكن أيضا خطأ لصالح نادي القادسية الجامايكي روماريو، وبنظرات قريبة وبمسافة قصيرة لأيضا الحكم الأثيوبي أيضا المعروف بأيضا تيسيما بلاك تيسيما، هو لا يحبذ أن تناديه ببلاك، ولكن المشهور والمعروف واللي حقيقة يعني يحبذ أن تنطق تيسيما، معروف بتيسيما، 41 عام دولي معروف في القارة الإفريقية. خطأ لصالح القادسية الدولي العراقي علي فايز الأنصاري على تنفيذ الخطأ الآن لأيضا القادسية، ونحن نسير في الدقيقة 19 من أحداث الحصة الأولى الشوط الأول الآن. فهد الأنصاري علي فايز في مكان يعني هل ستكون أيضا يعني تسديدة إيجابية؟ الدولي العراقي علي فايز صال وجال في الملاعب الخليجية، لعب في الدوري القطري الممتاز، دوري نجوم يعني كيو ام بي. الدوري القطري علي فايز، الدولي العراقي علي فايز، ولكن تسديدة تعتري العريض،
تسديدة اعتلت العارضة من العراقي علي فايز في أيضا يعني واحدة من اللقاءات المهمة، واللي أيضا استطاع نادي الكوتر يقدم إلى الآن حقيقة مستوى طيب، مستوى جيد، مستوى إيجابي بعكس ما رأينا في اللقاءين الماضيين. إذا قارنت وإذا تمت المقارنة في لقاء الكويت أمام اليرموك وأمام التضامن، تجد أن نادي الكويت في تركيز عالي، مركز نادي الكويت في هذه المباراة. لكن نادي القادسية في اللقاءين الماضيين قدم لقاءين ممتازين أمام العربي. انطلق إلى أحمد السنكي، متابعة جمال دلال الدلال السنكي، السنكي يباغت القادسية. أحمد السنكي في الدقيقة 8 وفي الدقيقة 20 يضع أيضا هدفين، هدفين يعمق من الجراح، يعمق من عدم التركيز، يعمق من الأخطاء، يعمق من الثغرات. لاحظ بنفس السيناريو وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس الجهة يباغت خالد الرشيدي. أحمد السنكي، يا جمالك يا أحمد السنكي، يا جمالك يا أحمد السنكي، يضع نادي الكويت في المقدمة للمرة الثانية على التوالي. وبأقدام أحمد السنكي كما ذكرت قبل قليل، التركيز العالي ما يميز نادي الكويت في الشوط الأول، يفرض حساباته، يفرض أسلوبه. المهدي بن رحمة قائم ويقوم بعمل كبير في وسط أرضية الميدان، تقليص المسافات، تقليل المساحات اللي حقيقة يفرضها المغربي المهدي بن رحمة. أحمد الضفيري في غياب القائد عن نادي القادسية في هذه المباراة، القيادة أمبوكاني. متابعة إلى أحمد السنكي، الكندوري لأحمد السنكي، أحمد السنكي إلى سامي الصالح، عرضية إلى الأمام إلى أمبوكاني. أمبوكاني لا زالت المحاولة قائمة، لا زال أيضا الرتم العالي والضغط العالي اللي يفرض نادي الكويت بنفس أيضا السيناريو بنفس الضغط. أمبوكاني إذا عدى فيها خطورة إلى أيضا علي حسين، تسديدة ولكن أيضا إلى أحضاني حارس المرمى خالد الرشيدي. الأمور والحسابات إلى الآن تأتي لصالح لصالح أيضا نادي الكويت في هذه المباراة. لاحظ الاستحواذ، لاحظ الضغط الواضح لنادي الكويت على حساب القادسية. استغربت حقيقة عندما رأيت التشكيلة قبل أو قبيل انطلاقة هذه المباراة. لعب أحمد السنكي في هذه الجهة، في هذا الطرف، قلت يعني حقيقة أن نبيل معلول مخبي للقدساوية مفاجأة، مع أيضا طلال الفاضل اللي توقعت أن يكون يعني غائبا في هذه المباراة بداعي الإصابة. كل أمور إلى الآن يفرض المدرب التونسي نبيل معلول صاحب 58 عاما على المدرب الجزائري خير الدين مضوي في هذه المباراة. فرحة واضحة، صخارا كبارا للعميد الكويتاوي، هدفين مقابل لا شيء لنادي الكويت على حساب القادسية. وهذا يعني يعود بالذاكرة اللقاءات وللمواجهات المباشرة، أكبر فوز لنادي الكويت على حساب القادسية بخمسة مقابل اثنين في موسم 79 وفي عام 70، في أيضا المواجهات التي جاءت بهذه النتيجة بأكثر نتيجة. لكن للقادسية هل يكون ردة فعل قادمة؟ هل يكون فال الخير لأيضا الحكم الأثيوبي تيسيما؟
بلاكتيسيما اللي لا يحبذ ولا يتفاءل به عشاقي ومحبي النادي الأهلي المصري، وحتى أيضا نادي أيضا الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لهذا الحكم اللي إلى الآن يقدم عطاءات ممتازة ويقود مباراة قيادة يعني ممتازة في هذه أيضا المباراة. فهد الأنصاري يعاني ويعاني من بطء واضح من انخفاض في المستوى، واللي أيضا يتحدث عنه كثيرا محبي وعشاقي الكرة القدساوية. كرة اللعب للمتابعين روماريو، انطلاقة سريعة في الطرف الأيمن في محاولة لأيضا هذه المباراة، وأيضا روماريو ويليامز اللاعب الجامايكي، اللاعب الجامايكي اللي لعب لي إذا ما خانتني تارك الذاكرة لنادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري، ممثل منتخب بلاده تحت 17 وتحت 21 عام وتحت 23 عام، يملك للخبرة الميدانية في خط الهجوم كبيرة، لكن جماهير نادي الكويت في هذه المباراة الفرحة بلا شك في ليلة جميلة. انطلاقة سريعة، يعاني القادسية، يعاني حقيقة القادسية من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى عن طريق اللعب الألباني لورانس تراشي طرف الأيسر إلى علي فايز، أحمد الرياحي، أحمد الرياحي وروماريو واللي يخضعان تحت رقابة وعناية مركزة من قبل الأسطوري رايان ماكيغوان وفهد الهاجري. هنا في هذه المباراة نتابع في وسط الميدان مقطوعة من الأنصاري، تبقى إلى لاعب نادي الكويت فيصل سايد، أمبوكاني المهدي بالرحمة في منتصف الملعب، عودة جديدة للقادسية. إذا تم التركيز وتمت الطريقة وتم الأسلوب على نفس الرتم وعلى نفس التركيز وعلى نفس الطريقة لنادي الكويت وللمدرب نبيل معلول في الاستفادة والحفاظ على هذه النتيجة، لأن الفوز يعي كثيرا من الأهمية، يضع نادي الكويت إلى النقطة التاسعة في صدارة بطولة دوري SDC للدرجة الممتازة. هذا شيء إيجابي وطيب لأيضا المدرب التونسي نبيل معلول. أحمد الضفيري إلى الآن إلى علي فايز، بدر المطوع في قائمة البدلاء، سلطان صنبوخ وصالح الشيخ وعبد العزيز وادي وعبد الله ماوي والمحترف البوسني بنيامين تتار في قائمة بدلاء القادسية. هل يستطيع خير الدين مضوي من أيضا السج ودخولي لأحد من أيضا القائمين ومن البدلاء في هذه المباراة؟ أحمد الرياحي قدم مستوى ممتاز للغاية في الموسم الماضي مع نادي النصر بإعارة من نادي القادسية الأنصاري. كرة اللعب إلى راشد التوسري، محمد خليل إلى راشد التوسري، عند الرشيدي في الطرف الأيمن في محاولة أولى، التقدم الآن لازالت المحاولة إلى عند الرشيدي إلى روماريو، ولكن أيضا المهدي بالرحمة ما شاء الله تبارك الله، ثقة كبيرة بالنفس، خبرة ميدانية، استحواذ، انطلاق إلى عبد الرشيدي، لازالت المحاولة قائمة، هنا المتابعة إلى أحمد الرشيدي، ولكن أيضا المهدي بالرحمة ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله عليك، ذكر الله عليك للدولي المغربي المهدي بالرحمة. المتابعة إلى الأمام، متابعة انطلاق إلى علي فايز، لورانس تراشي، عودة إلى وسط الميدان لمحمد خليل، محمد خليل روماريو، 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 إذا عدى في الخطورة روماريو، متابعة عرضية إلى زالة المحاولة إلى أيضا عيد الرشيدي، إلى الأمام، متابعة ولكن الإبعاد، الإبعاد في أيضا كرة خطيرة من الطرف الأيمن لنادي القادسية لمحاولة تقليص الفارق، لمحاولة أيضا تقليل عدد الأهداف
ومن ثم التفكير في أمور يعني لربما تكون قادمة في فيما تبقى من الشوط الأول أو على الثواني الشوط الثاني. أحمد الضفيري على التنفيذ الركري الآن، لازالت المحاولة ولكن أيضا إلى ضربة ركرية ثانية على التوالي لأحمد الضفيري. أحمد الضفيري اللي كان قاب قوسين أن يكون الأفضل في القارة الآسيوية للصفراء نظرا لما قدم فيه أيضا السنوات الأخيرة. أحمد الضفيري تنفيذ الآن ولكن أيضا تتخلص، لازالت المحاولة قائمة في منتصف الميدان إلى إتراشي لورانس، إتراشي إلى الأمام متابعة، لازالت المحاولة قائمة ولكن أيضا ما يميز نادي الكويت من التركيز العالي، التركيز العالي والاعتماد على أمبوكاني وأحمد الزنكي وعلي حسين، وفي أيضا الاختراقات من العمق ومن ثم العمل الكبير اللي يقوم به المغربي المادي بن رحمة في وسط الميدان، وسط ميدان قوي جدا إلى سامي الصانع. الآن محاولة، لازالت المحاولة لوراس تراشي. محمد خليل العودة لنادي القادسية، خطأ يكسب في هذه اللحظات إلى الأنصاري. ربع ساعة ثانية مر، 30 دقيقة مرت الآن، النص ساعة الأولى من أحداث الشوط الأول. لا يزال نادي الكويت يتقدم بهدفين مقابل لا شيء بأقدام أحمد الزنكي على حساب القادسية. صدقوني اللي تابع القادسية واللي تابع القادسية في الجولتين الماضيتين يجد أن يعني في شيء غاب عن اللقاءين الماضيين. أن لعب بطريقة جميلة القادسية في اللقاءين الماضيين بعكس مستوى فني لنادي الكويت في اللقاءات الماضية، ولكن العبرة بالمستطيل الأخضر، الكويت هو الأفضل لاعبا ونتيجة في هذه المباراة. أحمد الزنكي اللاعب اللي قدم عطاءات ممتازة في الآونة الأخيرة هنا في هذه المباراة، على آخر خمس لقاءات فوزي لكل فريق، تعادل يتيم ما بين الفريقين في خمس لقاءات ماضية أخيرة. هل ستكون الأفضلية في هذه المباراة لنادي العميد؟ أحمد الرياحي إلى تراشي، لورانس تراشي عرضية إلى الأمام ولكن تجد أيضا المهدي بن رحمة منتصف أيضا ملعب نادي الكويت. كرة اللعب الآن توصل، محاولة في الجهة اليسرى لمشاري خمام، فيصل زايد، فيصل إلى المهدي بن رحمة، إلى الهاجري ريان، المتابعة إلى طلال الفاضل. بدأ نادي الكويت يلعب بالكرات السهلة والبسيطة في محاولة لإنهاء الحصة الأولى والشوط الأول. الشوط الأول إلى الآن أحمد الزنكي كرة اللعب إلى أحمد الزنكي إلى مقطوعة إلى أحمد الرياحي، انطلاقة سريعة. الحكم الأثيوبي إلى الآن ولكن الكرة المقطوعة، الكرات المقطوعة ما بين لاعبي الفريقين أحمد الضفيري إلى عيد الرشيدي مبعدة. بدأ القادسي يلعب في يعني انطلاقاته في منتصف ملعب الميدان. أحمد الضفيري، محمد خليل، فهد الأنصاري، علي فايز. القادسي هل يقلص الفارق؟ لورانس تراشي ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أحمد الزنكي واجبات دفاعية وواجبات أيضا هجومية، لاعب إمكانيات عالية. كرة اللعب الآن متابعة إلى وسط الميدان، المقطوعة من المهدي بن رحمة إلى فيصل زايد في الجهة اليسرى، محاولة من فيصل زايد، العودة لهذه المباراة
المهدي في الرحمة لعب لنادي جمعية سان المغربي، الجيش الملكي المغربي أيضا. وسط تعاقدات كانت البداية ليست بالموفقة لنادي ولإدارة نادي الكويت، لكن يعني رحيل جون ميكيل والأوزبكي ساردار راشيدوف جاء بأيضا عامبوكاني ماكيغوان مهدي بالرحمة، ثم سيدوبا اللاعب الغيني القادم الجديد. كرة اللعب الآن لورانس تراشي. ما الذي يفكر به المدرب نبيل معلول في الحفاظ على هذه المباراة وعلى الشوط الأول؟ المتابعة كرة اللعب الآن إلى روماريو. المتابعة الآن لورانس تراشي، تراشي الآن في الجهة اليسرى. المتابعة إلى الألباني يكسب خطأ في مكان يعني جيد مع أيضا سامي الصانع. المحاولة كرة اللعب إلى تراشي، خطأ في مكان هل يكون يعني إيجابي؟ 36 دقيقة مرت على أحداث الشوط الأول، هدفين بأقدام أحمد الزنكي للعميد الكويتاوي هنا في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، إتراشي لم يقدم يعني المستوى المطلوب. إتراشي لا زالت المحاولة قائمة إلى أحمد الضفيري، عرضية إلى الأمام، متابعة إلى روماريو، مبعدة من أمبوكاني. لاحظ أمبوكاني تابع أيضا لأحمد الزنكي في خط الهجوم، تجد في كمدافع في هذه المباراة. الكانغولي أمبوكاني، نعم 35 عام لأمبوكاني، لاعب لنادي رويال أنتويرب البلجيكي، فولفسبورغ الألماني، هال سيتي، أندرلخت البلجيكي، موناكو الفرنسي، نورويتش سيتي الإنجليزي. سيرة كبيرة لأمبوكاني، ولكنه في 35 في هذه اللحظات، مرة تجد في المقدمة ومرة تجد كمدافع. هذا شيء إيجابي لنبيل معلول في توظيف المحترفين ولاعبي الفريق هنا في هذه المباراة. المتابعة لا زالت المحاولة قائمة، ولكن أيضا إلى عيد الرشيدي. عيد إذا تحرك بشكل إيجابي وبشكل فعال تجد الخطورة للقادسية. الأنصاري لعلي فايز في منتصف الملعب، العودة إلى تراشي في الطرف الأيسر. تراشي ولكن أيضا من أحمد الزنكي، ممنوع المرور، ممنوع المرور من أحمد الزنكي في هذه المباراة، سواء في الشق الهجومي أو في الشق الدفاعي تجد أحمد الزنكي. اتزان، بالانس واضح، ثقة كبيرة بالنفس، لياقة بدنية عالية، أداء ممتاز لأحمد الزنكي في هذه أيضا المباراة الكبيرة. هذا اللقاء يحمل في طياته الكثير من الإثارة والأهمية في السنوات الأخيرة ما بين الفريقان الكبيران العميد والزعيم. إلى خارج أرضية الملعب، نبيل معلول بالمناسبة قبيل تعاقد مع نادي الكويت اعتذر عن التدريب لنادي الترجي الرياضي التونسي في خلافة المدرب السابق معين الشعباني، من أجل أيضا تدريب العميد في هذه أيضا في هذا الموسم. كان مدربا لمنتخبنا الوطني في موسم 2014 إذا ما خانتني الذاكرة، حتى عام 2017. كرة اللعب لعلي فايز، انطلاقة سريعة إلى تراشي، تراشي يمر لورانس تراشي، عرضية رأسية اعتلت العارضة من النادر،
من النادر أن تضيع أحمد الرياح في مثل هذه الكرات باتجاه المرمى وأمام المرمى. لاحظ العرضية الجميلة من الألباني تراشي إلى أحمد الرياحي، ولكن رأسية اعتلت العارضة هنا في هذه المباراة. نسير مشاهدينا الكرام، نمضي في الدقيقة على مشارف الدقيقة 40 في آخر 5 دقائق يعني من أحداث في الوقت الأصلي من الشوط الأول. العميد الكويتاوي يضرب بقوة بهدفين بأقدام أحمد الزنكي. نبيل معلول تفوق فني تكتيكيا انضباطيا، تركيز عالي يعني إلى أعلى المدرب الجزائري خير الدين مضوي. أحمد السنكي إذا عدى فيها خطورة. أحمد السنكي إلى سامي الصانع، سامي الصانع الآن عرضية لازالت المحاولة قائمة. هنا المتابعة إلى الأمام باتجاه المرمى. استبدال كبير كبير وكبير جدا لأيضا خالد الرشيدي، ينقذ مرمى القادسية من هدف فارق كاد أن يكون في هذه اللحظات. خالد الرشيدي قدم أي نعم لقائين ماضيين في الجولتين الماضيتين، ولكن ايضا خالد الرشيدي الان يسير على نفس المنوال، ينقذ مرمى القادسيه من هدف كاد ان يكون لعلي حسين وامبو كاني، كاد ان يكون للكنغوري امبو كاني. المتابعه، لاحظ كما ترى عزيزي المشاهد على القناه الرياضيه في تلفزيون دوله الكويت، في لقاء كبير ومثير في استاد نادي الكويت الآن. وسط إصابة لخالد الرشيدي، نتمنى السلامة. خالد الرشيدي الدولي، لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية. متابع الآن، نتابع الآن مشاهدينا الكرام. لاحظ أيضا الهدف اللي كاد أن يكون لنادي الكويت للكنغولي أمبو كاني. نبيل معلول وتفوق كبير على خير الدين مضوي. بدر المطوع الأكثر تسجيلا للأهداف على حساب نادي الكويت في بطولة الدوري، الغائب عن التشكيلة الأساسية. 13 هدف لبدر المطوع، ولكن هذه المعلومات لا تعي كثيرا للأهمية لعشاق ومحبي القادسية المتأخر بهدفين. إتراشي، لورنس تراشي، محاولة عالية إلى الأمام مبعد من فهد الهاجري. المهدي بالرحمة، ثقة الكبار، هدوء لاعبي الوسط. المهدي بالرحمة، طلال الفاضل العربي، والتعادل ليلة الأمس مع السالمية بهدفين لكل من الفريقين. خالد الرشيدي إلى الأنصاري، تمريرة خاطئة. المهدي بالرحمة، المهدي بالرحمة، أحمد الزنكي، لاعبان يقدمان شوط جميل. علي حسين، انطلاقة سريعة إلى طلال الفاضل، محاولة وسط الميدان، عودة إلى أحمد الزنكي في الجهة اليمنى. أحمد الزنكي، أحمد الضفيري يعاني ويعاني، أحمد الرياحي أيضا يعاني ويعاني في هذه المباراة. كرة اللعب الآن، سامي الصانع ثابت من أمام أحمد الزنكي لخالد الرشيد.
هل يستمر خير الدين مضوي في هذه التشكيلة وفي هذا الأداء اللي لا يحبذ ولا يتمنى عشاقي ومحبي القادسية في مثل هذه أيضا المباريات اللي تحتاج تركيز عالي. كرة اللعب إلى تراشي، لورانس تراشي، محاولة علي فايز، نسير على مشارف الدقيقة 45 من الوقت الأصلي من إحداث الشوط الأول. الكويت بهدفين، هنا أحمد الضفيري، عيد الرشيدي الآن متابع إلى الأمام باتجاه المرمى، ولكن ما في جول أيضا إلى دقيقتين. نعم دقيقتين، الوقت البدل الضائع المحتسب من الحكم الأثيوبي بلاك تيسيا تيسيما، الأثيوبي تيسيما يحتسب دقيقتين. الحكم الرابع حسين جواد هنا في هذه المباراة، المحاولة إلى الأمام ولكن الإبعاد. هدفين يرسم الابتسامة على محيا وشفاء عشاق العميد الكويتاوي. انطلاقة سريعة إلى أحمد الزنكي، متابعة إلى الأمام، محاولة ولكن لا تجد المدافع القوي محمد خليل. وسط الميدان خطأ لصالح القادسية على المهدي بن رحمة. هذه الأمور وهذه النتيجة لا تعكس حجم المعاناة في شوط المباراة الأول. نعم القادسية وقع في أخطاء كبيرة، في ثغرات في الخط الخلفي تحديدا في الجهة اليسرى. هل يستطيع المدرب الجزائري خير الدين مضوي؟ خير الدين مضوي للجهة الإسباني بابلو فرانكو. أحمد الرياحي، أحمد الرياحي جرح العارضة، جرح القائم في هذه اللحظات، كاد أن يقلص الفارق. الرياحي تسديدة اصطدمت بالقائم، كاد أن أيضا يقلص الفارق للقادسية في الوقت البدل الضائع. أحمد الرياحي اللي يعشق القادسية واللي كان له تصريحات جميلة في حجم الوفاء، في حجم الكبير للحب اللي يجمع مع النادي الزعيم القدساوي. هنا في هذه المباراة لاحظ تبريرة أو لخطأ فيصل زايد الصالحي، فيصل زايد أحمد الرياحي كما نرى ونتابعه بالعرض البطيء. هنا في أيضا يعني صافرة لنهاية شوط المباراة الأولية للحكم الأثيوبي تيسيما. ألقاكم في شوط المباراة الثاني بحول الله تعالى. أترك الكلمة بالصوت والصورة لزميلي العزيز حامد الشمري ولضيفيه الكريمين. حامد تفضل، الكلمة إليك.
هذا فين؟ Thank you.
خل وليد مكانك، وليد روح مكانك. الحين تنزل الكورة. شكرا جزيلا لأسبيل حامد الشمري ولضيفيك الكريمين في هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، عودة جديدة للشوط الثاني ولأحداث في هذه الأمسية وهذا اللقاء المهم والمهم جدا ما بين القادسية والكويت في استاد نادي الكويت في الجولة الثالثة. أنهينا وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الكويت بهدفين مقابل لا شيء، وبأقدام أحمد الزنكي في الدقيقة الثامنة الثامنة والدقيقة الثلاثين من الشوط الأول انطلق شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام على القناة الرياضية في التلفزيون دولة الكويت، هنا أيضا لكل من يتابعنا، لكل من يلتحق بنا في هذه المباراة، يعني إعادة لتشكيلة الفريقين. نادي الكويت في حراسة المرمى حميد القلاف، سامي الصانع، فهد الأنصار، فهد الهاجري، ريان باكيكوان، مشاري خلام، فيصل زايد في الطرف الأيسر، المهدي بن رحمة في وسط الميدان، طلال الفاضل، أحمد الزنكي، وأمبو كاني، وعلي حسين. هذه التشكيلة التي جاءت في توقيعات المدرب التونسي نبيل معلول، والذي أيضا يقابل في الطرف الآخر في الجهة الأخرى خير الدين مضوي المدرب الجزائري. إلى الآن متابعونا في الميدان، ثاني حارس المرمى خالد المجد.
هذه المباراة. المتابعة خير الدين مضوي يأتي بنفس التشكيلة، خالد الرشيدي بحراسة المرمى، راشد الدوسري، علي فايز، خالد المهيب، واسف راشد في الخط الخلفي، في وسط الميدان، فهد الأنصاري، محمد خليل، عيد الرشيدي، أحمد النفيري، وأيضا المقدمة للجمايكي روماريو كاد أن يسجل بالتكنيس الآن. لا زالت المحاولة قائمة، فقط واضح، هل يكون ردة فعل سريعة؟ هل يكون ردة فعل سريعة الآن؟ عكسية واحد مقابل واحد، أحمد السجلان وكان هذا الناس السايب إلى أموكاري، أموكاري ولكن أيضا تذهب من أمام الكنغولي بأيضا يعني خطأ واضح من الكنغولي أبو كاني على الدوري العراقي علي فايز. النادي القادسية أحمد الرياحي روماريو في المقدمة، محمد خليل الذي يعاني من إصابة، الكرة من أمام محمد خليل وبخطأ لمحمد خليل من الكنغولي أبو كاني. المتابعة إلى الآن خطأ لصالح محمد خليل ربما في عملية دفع واضحة ولكن غير مقصودة. وسط الميدان روماريو في منتصف الملعب، توصل إلى أيضا محمد خليل، إلى أحمد الضفيري، هل يكون ردة الفعل سريعة وأيضا قوية أم أوكاني؟ إذا استمر نبيل معلوم بأيضا يعني توجيهاته بأسماء بهدوء لاعبيه بثقته أيضا المهدي بالرحمة بهدوء المهدي بتركيز المهدي بأيضا أداء المهدي سوف تجد نادي الكويت يعني بنتيجة مغايرة. كرة اللاعبين فيصل زايد الآن، لا زالت المحاولة قائمة، متابعة إلى أيضا اللاعب فهد الأنصاري، الأنصاري إلى أحمد الضفيري، كرة في الطرف الأيمن، عودة إلى وسط الميدان، محمد خليل لا زال يطالب إلى أيضا الآن، متابعة إلى عيد الرشيدي، ثقة وأيضا أداء كبير لعيد الرشيدي ولكن أيضا الرقابة المشددة، العناية اللصيقة، هنا المتابعة عيد الرشيدي إلى أحمد الرياحي، لا زالت المحاولة قائمة، إلى الآن التركيز غائب لنادي القادسية. الأسلوب والطريقة والتركيز إلى الآن غائب، أموكاني، أموكاني إلى أحمد السنكي، أحمد السنكي، أموكاني ولكن تسديدة إلى اعتلت العارضة، وسط أيضا مشوار جميل، وسط أداء سريع يقدم أحمد السنكي. يسير على أساسين على أيضا على نفس الخطى وعلى نفس طريقي وعلى نفس الطريقة والأسلوب اللي حقيقة جاء في الشوط الأول. نادي الكويت مركز صح، تركيز عالي تبارك الله، يبقى نادي القادسية، هل من ردة فعل سريعة؟ هل من شيء جديد يضع المدرب الجزائري خير الدين مضوي؟ المدرب اللي صال وجاله وسجل الإنجازات وسجل الأرقام مع نادي وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2014. كرة تلعب إلى عيد الرشيدي، محاولة إلى الأمام، لا زالت المحاولة قائمة، إلى خارج أرضية الملعب تبقى للقادسية، القادسية إلى راشد الدوسري، مبعدة إلى منتصف الملعب، العكسية سريعة، بدأ نادي الكويت الآن يعني في الدقائق الأولى تحديدا في الدقائق الخمس الأولى نبيل معلول بدأ يركز على الكرات العكسية السريعة المرتدة، انطلاقة يا روماريو إلى لورانس تراشي، تراشي إلى الآن، تراشي الألباني تراشي، ولكن أيضا التركيز الواضح من الأسترالي ريان ماكيغوان وفهد الهاجري يضع نادي الكويت بثقة كبيرة. إذا كان لديك الخط الخلفي بثقة كبيرة بهدوء بتركيز عالي سوف تضع يعني الأفضلية والإيجابية والأمور الفعالة في المقدمة. هذا اللي يفعل المدرب نبيل معلول في هذه المباراة. كرة اللعب الآن مقطوعة، لاحظ أيضا المتابعات، لاحظ الكرات الخطيرة، لاحظ أيضا المثلثات لنادي الكويت مقطوعة لعيد الرشيدي، المتابعة الآن، لازالت المحاولة، لاحظ كرة اللعب الآن، أحمد الرياحي لعيد الرشيدي، عيد الآن لازالت المحاولة
التعاون ولكن ايضا الى خارج ارضيه الملعب. شل ينقص القادسيه؟ ما الذي ينقص القادسيه في الحصه الثانيه؟ في الشوط الثاني خير الدين مضي. ينقص القادسيه التركيز والوصول للمرمى باسهل الطرق وبايضا بساطه التمرير مع وجود المهدي بن رحمه اللي يسمع واللي اللي اللي الحديث عن المهدي بن رحمه لما يملك حقيقه من هجوم تركيز عالي. بدات البطاقات الصفراء لاحمد الزنكي صاحب الهدفين الجميلين في الشوط الاول الصفراء في الدقيقة السابعة من أحداث شوط المباراة الثاني. لاحظ أيضا الدخول العنيف والقوي من أحمد السنكي على الألباني الدولي لورانس تراشي في هذه المباراة. بدأت البطاقات الصفراء من الحكم الأثيوبي بلاك تيسيما الحكم الدولي 41 عاما حقيقة يقود المباراة إلى قيادة ممتازة. بدر المطوع الأكثر تسجيلا في مرمى نادي الكويت في بطولة الدوري. كرة اللعب الآن متابعة إلى الأمام، لازالت المحاولة محمد خليل، محمد خليل للأنصاري، الأنصاري إلى خالد محمد إبراهيم، متابعة انطلاقات سريعة. لاحظ العكسية السريعة المرتدة اللي يقدمها نادي الكويت. فيصل زايد متابعات إلى الآن ولكن تجد أيضا لاحظ الثغرات الواضحة، لاحظ عدم الانسجام في هذه الكرة اللي كاد أن يكلف كثيرا القادسية في هذه المباراة. في هذه المباراة هدفين مقابل لا شيء. أمبوكاني إديو ميرسي أمبوكاني خبرة السنين الماضية، خبرة السنوات في اللعب في المواسم الجميلة في الدوريات الأوروبية. 35 عام أمبوكاني، ضربة جانبية للعميد الكويتاوي اللي إلى الآن القادسية يعاني ويعاني من أيضا المتابعة من أيضا الوصول إلى مرمى حميد القلاف. كرة اللعب الآن إلى فيصل زايد، مهاري سريع، مهارات عالية من فيصل زايد إلى الأمام ولكن خالد الرشيد. هل اختلفت الأمور عما رأينا في الشوط الأول؟ هل اختلفت الأمور إذا ما انتهت هذه المباراة على ما هي عليه؟ فإن النقطة التاسعة للعميد الكويتاوي في صدارة بطولة الدوري في بطولة الدوري STC لهذا العام حتى نهاية الجولة الثالثة. القادسية بست نقاط في المركز الثالث ولكن لسه هناك أمور ودقائق قادمة. لورنس تراشي مقطوعة من مشاري خنام، مبعدة تعود إلى راشد الدوسري، راشد في الطرف الأيمن. لا زالت المحاولات القائمة. يا الله على مهدي، يا الله على مهدي لما يقدم، وهذا دليل حقيقة أقدم. إذا كان الحديث عن المهدي بن رحمة اللاعب الدولي المغربي، لما لا أن يتعلم كثيرا اللاعبين الشبان، لاعبي منتخب الشباب، لاعبي منتخب ايضا يعني ايضا الاولمبي، من الاستفاده كيفيه الهدوء، كيفيه التمرير. العمليه في وسط الارتكاز ليس مقصوره ان تكون يعني عمليه هات وخذ وعمليه استلام وتسليم، ولكن بهدوء بتركيز عالي بايضا ثقه كبيره. هذا ياتي على القادم من الايام، القادم من السنوات. يا سلام تمريره من احمد الزنكي لأمبوكاني ولكن خالد محمد ابراهيم القادسيه في ايضا وسط الميدان يعاني في منتصف الميدان وسط الارتكاز اللي حقيقه لنادي الكويت افضل بكثير من ايضا نادي القادسيه. محاوله عاليه الى عيد الرشيدي، عيد ولكن الى حميد القلاف لايضا حارس مرمى نادي الكويت. الامور ليست بالجيده الى الان لعشاق ومحبي القادسيه
ولكن طيبة وطيبة كثير لمحبي العميد الكويتاوي. الكويت اللي لديه اختبار قادم ايضا لوقاب نادي السالمية في الجولة الرابعة القادمة بعد تعاقد محمد ابراهيم المدرب الجنرالي المدرب الكبير لايضا نادي السالمية. هنا تحضيرات شفهية من الحكم الاثيوبي تيسيما لحميد القلاط يقود المباراة الى الان قيادة ممتازة. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا في ايضا القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت هدفين مقابل لا شيء باقدام احمد الزنكي في الشوط الاول. القادسية امام التضامن في الجولة الرابعة القادمة، كرم امام الشباب، فحيل امام العربي. العربي اخر بطل لبطولة الدوري في الموسم الماضي واول بطل واول نادي يحقق بطولة الدوري هو العربي في عام 62 واخر فريق بطل في الموسم الماضي في عام 2021. برافو على ادارة العربي لما قدموه حقيقة في ايضا الموسم الماضي. هل يستطيع نادي العربي من الحفاظ على هذه البطولة؟ مرشح كبير العربي، نادي الكويت والقادسية والسالمية وكاظمة، وبودك عاد يكون ان تكون الامور بافضل حال لكل الاندية لكي نشاهد دوري قوي يليق بسمعة الكرة الكويتية، يليق بسمعة الكرة الكويتية والانتاجات قادمة لايضا منتخبنا الوطني خير الدين مضوي. أنت قدمت يعني جولتين متميزتين، جولتين ممتازة، أسبوعين يعني الأمور جيدة والأمور طيبة، ولكن في هذا اللقاء يعاني. استطاع نبيل معلول من قراءة الجزائري خير الدين مضوي في هذه المباراة. عيد الرشيدي، يا سلام على عيد، عرضية ولكن إلى حارس المرمى، حارس المرمى حميد القلاط إلى الآن لم يختبر اختبارا حقيقيا نظرا للطريقة اللي ينتهجها من إخلاق المسافات، من تضييق المساحات وتضييق المسافات في ايضا الخط الخلفي من العمق، وهذا اللي عمل عليه فهد الهاجري وريان اللاعب المحترف الاسترالي. احمد الزنكي يخاطر، احمد الزنكي يخاطر، احمد الزنكي يخاطر، احمد الزنكي يخاطر. لاحظ اضاعتي ايضا الدقائق من احمد الزنكي. ابراهيم كميل، ابراهيم كميل لاحظ التوجيهات غير محبذ لاحمد الزنكي. انت قدمت بالفعل مباراه ممتازه هدفين، ولكن يجب اطاعتي ايضا حكم المباراه بالخروج من اقرب مساحه ومن اقرب مسافه. هذه الاعاده لهدفين جميلين للمميز احمد الزنكي. دخول يوسف الخبيزي وابراهيم كميل بديل لاحمد الزنكي. روماريو يخاطر وياتي بدر المطوع، بدر المطوع ياتي بديل للجامايكي روماريو. محمد خليل يخاطر وياتي اللاعب عبد الله ماوي، عبد الله ماوي وبدر المطوع البديلان للجامايكي روماريو ومحمد خليل. امبو كان يغادر ارضيه الميدان ايضا، وياتي اللاعب يوسف الخبيزي. يوسف الخبيزي اللي جاء بديلا لاحمد الزنكي. ابراهيم كميل الان ياتي بديلا للكنغوري امبو كاني في هذه المباراه. تبديلان لنادي الكويت، تبديلا ايضا لنادي القادسية. بدأت المباراة تأخذ يعني منعطفا. هل ستكون الامور بالايجابية والجيدة
لأيضا نادي الكويت في الحفاظ على هذه النتيجة، ومن ثم التفكير في أمور أخرى في هذه أيضا المباراة. هل يستطيع بقدوم بدر المطوع من أيضا تغيير مجريات اللقاء؟ بدر المطوع محاولة إلى الأمام، مبعد من المهدي بالرحمة إلى فيصل زايد، إلى إبراهيم كميل، إلى مشاري خنام، انطلاقة في الطرف الأيسر مشاري خنام العنزي، مشاري ولكن لورانس تراشي إلى بدر المطوع، عبد الله ماوي، الترتيلان القادمان لأي من الفريقين؟ هل ستكون النتاج؟ هل ستكون الفاعلية لأمن الفريقين؟ كرة لعب أحمد الرياحي مقطوعة، مبعدة المتابعة إلى فيصل زايد، إلى الطلال الفاضل، راشد الدوسري، انطلاقة سريعة يعود الرشيدي، بدر المطوع، ولكن ريان ماكي جوان، ريان ماكي جوان الأسترالي الدولي، كرة اللعب إلى عيد الرشيدي، بدأ يتحرك القادسية أحمد الضفيري، ولكن أحمد الضفيري تسديدة بلا عنوان إلى خارج بيت الملعب، تبقى لضربة مرمى لحميد القلاب. متابعينا الكرام، 17 لقب للقادسية والعربي بفارق لقب وحيد عن لصالح نادي الكويت، 16 لقب للعميد الكويتاوي، 4 لقب للسالمية و4 لكاظمة، ولقب وحيد للجهراء في أيضا الحصول على بطولة الدوري. عيد الرشيدي، بدأ يتحرك القادسية بقدوم بدر المطوع، بدر يحاول ولكن ضربة جانبية، ضربة جانبية ركنية لصالح القادسية، القادسية هل يعود إلى تقليص الفارق؟ عيد الرشيدي يحاول عيد الآن، لازالت المحاولة ولكن الإبعاد إلى أحمد الرياحي تبديلة، ولكن أيضا عملية الباكورد إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. الأمور إلى الآن طيبة وطيبة جدا للعميد الكويتاوي، القادسية الزعيم يعاري ويعاري في الشوط الثاني هنا في هذه المباراة. نتابع الآن ونحن نسير على مشارف الدقيقة 20 من أحداث شوط المباراة الثاني، هدفين بأقدام أحمد الزنكي الذي غادر أرضية الميدان في هذا الشوط، إبراهيم كميل، متابعة، انطلاقات سريعة، زالت المحاولات القائمة، يا سلام المتابعة الآن إلى طلال الفاضل، إلى علي حسين، علي حسين إلى أيضا سامي الصانع، متابع إلى فيصل زايد، إذا استلم فيصل، إذا عدى فيصل، خطورة خطورة من فيصل زايد، عرضية تنتظر المساندة من طلال الفاضل، مشاري خنام، المهدي بالرحمة إلى مشاري خنام، مشاري خنام العنزي إلى الهاجري، فهد الهاجري إلى فيصل، إلى طلال الفاضل، طلال إلى فيصل، فيصل الآن متابع إلى الأمام، لازالت المحاولات، التركيز العالي، لاحظ أيضا اللياقة البدنية العالية، لاحظ التركيز العالي، إبراهيم كميل، إبراهيم لاعب شاب، لاعب ممتاز وممتاز جدا في رأيته في المباراة الماضية، العودة إلى حميد القلاب، لازالت المحاولات الخجولة للقادسية الذي يعاني ويعاني. نتابع إلى حارس المرمى خالد الرشيدي، خالد الرشيدي يطالب لاعبي يقول لهم افتح افتح، نعم افتح اللعب، التحرك بأيضا بدون كرة يعطي أمور إيجابية وفاعلية. هنا المتابعة، محاولة ولكن في خطة دخول عنيف وقوي إلى بدر المطوع، بدر محاولة، لازالت المحاولة قائمة ولكن الإبعاد، الإبعاد يعني في ندية واضحة في إثارة في وسط الميدان. سامي الصانع كابتن نادي الكويت، متابعة إلى بدر المطوع، بدر المطوع
المتابع الى بدر المطوع مقطوع من فيصل زايد انطلاقه سريعه اربعه مقابل اثنين اربعه مقابل اثنين هون نادي الكويت الى فيصل زايد تسديده بلا تفكير كان من المفترض تمرير هنا الكرات السريعه العكسيه لاحظ الان متابع الى عيد الرشيدي يا سلام متابعات لا زالت المحاولات القائمه احمد الرياحي مبعد من سامي الصانع ولكن الى خارج ارضيه الملعب جماهير نادي القادسيه جماهير نادي الكويت اللي الى الان التركيز وايضا العصبيه والتفكير ايضا في هذه المباراه فيما تبقى يعني 24 دقيقة متبقية إبراهيم كميل لاعب شاب صغير السن لياقة بدنية عالية لسه فريش الآن القادسية يعاني ويعاني كثيرا في هذه المباراة انطلاقة سريعة الآن في الطرف الأيسر القادسية الآن متابعة لنا لأيضا عبد الله ماوي الآن لا زالت المحاولات الى بدر المطوع في الطرف الايسر هنا التمرير الان انتظار والمهدي بالرحمه الى فهد الانصاري الى احمد الضفيري الحد من خطوره وانطلاقات وانسجام احمد الضفيري مع بدر المطوع وهذا اللي يركز عليه كثير نبيل معلول في ايضا يعني اللعب على نقاط الضعف في القادسيه والأيضا تعزيز نقاط القوة الأنصاري حقيقة يعاني من بطء واضح في أيضا بدر المطوع انطلاقة سريعة لخالد إبراهيم خالد محمد إبراهيم وفهد الأنصاري أو لأحمد الرياحي راشد الدوسري انطلاقة سريعة متابعة يا سلام محاولة لا زالت المحاولة قائمة هنا هدوء كبير حقيقة النادي الكويتي يقدم واحدة من أيضا مباراة الموسم واحدة من اللقاءات والمباراة الممتازة للنادي الكويت على حساب القادسية مهاري ما شاء الله تبارك الله عيد الرشيدي يقدم مباراة ممتازة ومهارات عالية يتلاعب في الشاري خنام في هذه الفرصة كانيات عالية مهارات عالية وجميلة لعيد الرشيدي لاعب المنتخب الأولمبي والفريق الأول عبد الله ماوي بدر المطوع عندما قدم في الحصة الثانية رأينا القادسية يعني بفاعلية خطأ لبدر المطوع بدر المطوع الآن على التنفيذ الآن هنا المتابعة هنا التسديدة ولكن حميد القلاف تركيز عالي لدى حميد القلاف أداء مثالي لنادي الكويت بدأ بقى نبيل معلول بدأت لمسات نبيل معلول في هذه المباراة يعني هنا المتابع عبد المحسن التركماني واحد من الأفضل قدم مستوى ممتاز عندما كان لاعب للعربي عندما ذهب لنادي الشباب وعندما لعب إلى الآن نادي الكويت عبد المحسن التركماني يجري عمليات الرحمة عيد الرشيدي متابع إلى الأمام راشد الدوسري محاولة ولكن أيضا التركيز المباراة تعطيك هنا عبد المحسن التركماني بديل لفيصل زايد فيصل زايد يغادر أرضية الميدان ويأتي اللاعب عبد المحسن التركماني في هذه المباراة لاعب من اللاعبين الممتازين واللي تطور كثيرا هذا اللاعب عبد المحسن التركماني انضم حديثا للمنتخب الوطني علي فايز كرة اللعب الآن محاولات النادي القادسية ليست بالفاعلية المطلوبة وليست بالفاعلية الكبيرة علي فايز الدولي العراقي 26 عام لورنس تراشي
ولكن ايضا التركماني القادم عبد المحسن التركماني. متابعة الى الامام، محاولة الى ايضا يوسف الخبيزي، الى التركماني عبد المحسن التركماني، الى المهدي بالرحمة، محاولات يعني قادمة بهدوء كبير وثقة الكبار والمحترفين في هذه المباراة، نظرا وعطفا على ما قدم حقيقة المهدي بالرحمة من دروس في الهدوء، من دروس في التركيز، من دروس في ايضا الاستلام، من دروس وكبيرة في التسليم والاستلام. حقيقة لابد لكل لاعب في وسط الميدان يتعلم من المحترفين. عبد المحسن التركماني، متابعة الى الامام، محاولة، مهارات عالية من التركماني في ايضا تقديم صورة جميلة، محاولة رسالة التسديدة ولم يعترف الحارس الامامي. من امامي ايضا اللاعب المهدي بن رحمة في هذه اللحظات الى ضربة مرمى لصالح القادسية. ضربة مرمى للقادسية، بنيامين تتار البوسني صاحب 27 عاما يقع في قائمة البدلاء. هل هناك حلول لخير الدين مضوي او ان يكون تفوق كبير وكبير جدا للمدرب التونسي نبيل معلول؟ كرة اللعب الان التركماني، متابعة الى الامام، تمرير الخاطئ الى خارج ارضية الملعب، الى ايضا نظرات تحكي الحال. حال القادسية خير الدين مضوي الى علي فايز. كرة اللعب الان الى فهد الانصاري، الانصاري الى عبد الله ماوي، ماوي الى علي فايز في منتصف الميدان لأحمد الضفيري، إلى عيد الرشيدي. عيد الآن، المتابعة، خطأ في أيضا الحكم الذي يأمر بأيضا التنفيذ في مكان الخطأ، الحكم الأثيوبي الدولي بلاك تيسيما. الحكم اللي أدار في أول لقاء جيبوتي ونامبيا في تصفيات كأس العالم، أول مباراة عندما أصبح حكما واللي تسلم الشارة الدولية في عام 2009. أحمد الضفيري، بدر المطوع على التنفيذ الآن، متابعة ولكن أيضا ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة جانبية. الضربة الركنية، ركلة ركنية لصالح القادسية، أحمد الرياحي الذي أيضا يعاني في هذه المباراة من رقابة لصيقة ومشددة. لورنس تراشي الدولي الألباني على التنفيذ، الركلة الركنية على التنفيذ الآن، متابعة ولكن أيضا الإبعاد من فهد الهاجري. قدم ويقدم حقيقة الهاتري مباراة ممتازة في مركز قلب الدفاع مع ران ماجيبوان، محاولة ولكن أيضا الإبعاد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية الثالثة على التوالي. لورنس تراشي، هل يقلص الفارق؟ هل يقلص الفارق للقادسية؟ لورنس تراشي من ايضا رأسية فهد الانصاري في ايضا حضور جماهيري كبير لعشاق ومحبي الفريقين، جمهور القادسية الكبير الحاضر وجمهور العميد الكويتاوي الكبير الحاضر ايضا في مباراة جميلة. استمتعنا حقيقة في هذه المباراة ونحن نمضي ونسير في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الثاني. والله اللي شاهد القادسية في
في الجولات الماضية في اللقاءين الماضيين. لا يعرف أن القادسية في هذه المباراة يعاني ويعاني من سوء تركيز، من فاعلية، من تمركز، من تمريرات، من ثغرات، من أخطاء. يأتي الآن اللاعب بنيامين تتار بديلا لراشد الدوسري. بنيامين تتار، ويأتي اللاعب سلطان صلبوخ. سلطان صلبوخ وبنيامين تتار. التبديلات أيضا، التبديل الرابع لنادي القادسية. عبد الله ماوي، بدر المطوع، سلطان صلبوخ، البوسني، تنيا، بنيامين تتار. 27 عام. كرة اللعب إلى أحمد الضفير، إلى الأنصاري، فهد الأنصاري، انطلاقة سريعة الآن، محاولة إلى رونرز، ولكن أيضا الإبعاد، الإبعاد من سامي الصانع، سامي الصانع وأحمد الزنكي وفهد الهاجري وأيضا طران الفاضل وعلي حسين. دقيقة قدم وشاري غنام أيضا، قدم مباراة ممتازة للغاية. إبراهيم كمين، اللاعب السريع الشاب، متابعة، محاولة لإضاءة أيضا الكثير من الدقائق. 12 دقيقة تفصلنا عن نهاية الشوط المباراة الثاني والمباراة. نادي الكويت يتقدم بهدفين مقابل لا شيء بإقدام أحمد الزنكي اللي غادر أرضية الميدان، سجل هدف في الدقيقة الثامنة والدقيقة الثلاثين من الشوط الأول. بدر المطوع، كرة اللعب إلى سلطان صلبوخ، وفي صافرة ورايا وتسلل من الحكم المساعد الأول السيد علي محمود. قيادة تحكيمية رائعة للحكم الدولي الأثيوبي بلاك تيسيما. غاية في أيضا إدارة هذه المباراة، غاية في الروعة. هذا اللي نحتاجه حقيقة في مثل هذه المباريات. المتابعة إلى الأمام، إلى خارج أرضية الملعب. نبيل معلول، أداء أكثر من ممتاز على خير الدين مضوي. نبيل معلول درب منتخب سوريا، منتخبنا ومنتخب تونس، مدرب الكثير من الأندية، نادي الجيش القطري ونادي الطحيل والترجي، وأكثر إنجازاته مع نادي الترجي الرياضي التونسي. مرتين بطولة في بطولة الدوري، لقبين، شايفكم، وأيضا بطولة في كأس تونس، في أيضا مشواره وإنجازاته كمدرب. نبيل معلول، خطأ لصالح فهد الأنصاري. 10 دقائق متبقية على أحداث الوقت الأصلي من هذه المباراة. يوسف الخبيزي، أحمد الضفيري، بدر المطوع. بدر يحاول، المتابعة، لاحظ أيضا الكرة السريعة من التركماني وابراهيم كميل عبد المحسن التركماني، انطلاقة سريعة الآن. المتابع في منتصف الميدان، نادي الكويت تعامل مع هذه المباراة، تعامل بتركيز بجدية حقيقة، أفضل من القادسية لعبا ونتيجة. الأمور الفنية أفضل على مستوى المدربين.
التونسي نبيل معلول والجزائري خير الدين مضوي. إبراهيم كميل إعادة أيضا التنفيذ رمية التماس. نتابع الآن الحكم الأثيوبي الحاضر ماكتيسيما علي فايز. إلى الآن الدقائق المتبقية، هل تأتي بخبر سعيد، بخبر جميل للقدساوية، أو أن تكون الأمور إلى الأفضل وبهذا الجمال وبهذا الأداء الذي يتوصله يحاول من سلطان. سلطان يحاول، سلطان صربوخ إلى الأمام، ولكن التركيز عالي، التركيز عالي. إلى أيضا تمريرات خاطئة، إلى عدم تمركز صحيح. سلطان صربوخ العودة في الطرف الأيمن، قادسي يحاول على مرة، على رؤية من لورانس تراشي وأحمد الرياحي، كاد أن يأتي هدف التقليص وهدف تقليل الفارق وسط جماهير حاضرة قوية كبيرة. ملعب استاد نادي الكويت ممتلئ تقريبا على الآخر، تقريبا مر الجماهير اللي جاءت منذ الساعة الرابعة عصرا. هذا دليل الحب، هذا دليل العشق، هذا دليل الوفاء الكبير اللي يقدمه محبي وعشاق الفريقين والفريقان الكبيران العميد الكويتاوي والزعيم الملكي القدسي. كرة اللعب الآن، متابعة، محاولة، انطلاقة سريعة، لاحظ أيضا الأخطاء. صدقوني يا عشاق القادسية، خالد لا يلام، خالد الرشيدي لا يلام في هذه الأهداف، ولكن تركيز وأداء وفي غاية الروعة للعميد الكويتاوي اللي يستحق التصفيق، يستحق الأداء، يستحق أيضا اللعب، يعني أيضا اللعب التحية لأيضا عشاقي ومحبي نادي الكويت في هذه المباراة. مباراة في أيضا مباراة ولا أروع، مباراة جميلة للعميد الكويتاوي على حساب الزعيم القدساوي الذي يعاني ويعاني في هذه المباراة. كرة اللعب لأحمد الضفيري، ثلاثة كبيرة على القدساوية، ثلاثة ثقيلة على القدساوية، على النادي الكبير القادسية، ولكن الكبير الآخر يأتي من أيضا في صدارة بطولة الدوري. 9 نقاط كفيلة بأن تضع نبيل معلول في أيضا التفكير في عودة الألقاب، عودة أيضا الصدارة، عودة أيضا نادي العميد إلى منصات التتويج. فكل التحية والتقدير على أيضا هذا الأداء، وعلى هذا أيضا الأداء الكبير من أيضا الأمور الواضحة، الأمور الواضحة الكبيرة في أيضا نادي الكويت وسط جماهير صغارا كبارا، في أيضا 3 مقابل لا شيء،
ثلاثة مقابل لا شيء. دخول أيضا التبديل طلال الفاضل يخاض أرضية الميدان. طلال الفاضل يخادر ويأتي اللاعب عبد العزيز ناجي. عبد العزيز ناجي يأتي بديلا لأيضا اللاعب طلال الفاضل. ليلة جميلة، أمسية شتوية باردة جميلة لعشاق ومحبي النادي، نادي ايضا النادي الكويت في هذه المباراه. يا سلام على هذا الاداء، يا سلام على هذا ايضا هذه الامسيه الجميله في هذه المباراه. نتابع الان في وسط يعني وسط يعني ايضا حضور جماهيري كبير لعشاق ومحبي ايضا نادي الكويت والقادسية. ثلاثة كبير، هدف جميل على طريقة الكبار، على طريقة الكبار. والعلاق ما بين نبيل معلول وطلال الفاضل يستحق بلا شك ان يقدم، يستحق التحية والإشادة، واللي يخفق عليه مراجعة الحسابات، عليه مراجعة نقاط الضعف والقوة، عليه أيضا عودة أيضا القادسية إلى الطريق الصحيح. خسارة ليست بأيضا نهاية المطاف، فوز كبير من الكبير نادي الكويت، تعثر من الكبير القادسية. نتابع الآن في هذه أيضا المباراة الذي إلى الآن يعني تدار بطريقة جميلة من الحكم الأثيوبي إبلاك تيسيما. عمليات الشد الواضحة من عبد الله ماوي ومشاري خلام العنسي. لاحظ عمليات الاحتكاك والشدية والعصبية في هذه أيضا المباراة وسط جماهير نادي الكويت العميد الكويتاوي. دقيقة تفصلنا عن الوقت الأصلي من عمر الشوط الثاني والمباراة. نادي الكويت يقابل السالمية، واحد من الأندية الكبيرة أيضا في الجولة أيضا الرابعة القادمة. وأيضا نادي القادسية سوف يقابل نادي التضامن في الأسبوع الرابع القادم. نادي العربي يقابل الفحيل. كاظم امام الشباب، اليرموك امام النصر. كرة اللعب الان متابعة، لا زال يعاني ويعاني نادي القادسية من ثغرات واضحة، من اخطاء كبيرة. هل كانت التشكيلة والتوليفة اللي جاء بها المدرب الجزائري خير الدين مضوي هي التشكيلة المثالية لهذا اللقاء، أم أن نبيل معلول اللي ركز كثير على نقاط الضعف القادسية وتعزيز نقاط القوة؟ أربع دقائق الوقت البدل الضايع من عمر هذه المباراة. عبد الله ماوي محاولة إلى الأمام في وسط الميدان، ثلاثة مقابل لا شيء. هذا الفوز 39 في تاريخ مواجهات الفريقين من خلال 126 مباراة تحديدا في بطولة الدوري. يبقى بدر المطوع هو هداف القادسية على حساب نادي الكويت، لكن الأرقام
والإحصائيات وكل المعلومات خائبة في ظني. فوز كبير لنادي الكويت على حساب نادي القاضي صالح. بدر مطوع في الدقائق المتبقية من الوقت البدل الضايع. المهدي بالرحمة ينال البطاقة الصفراء. وسط أداء جميل وقوي وجميل جدا. لاحظ عملية أيضا الحكم القريب لكل الأحداث. عودة خطأ لصالح بدر المطوع للقادسية على حساب نادي الكويت الآن. لكن التركيز العالي، أداء ممتاز وفي غاية الروعة لعشاق وللاعب العميد في هذه المباراة. مبروك لعشاق ومحبي نادي الكويت. لحظة التمريرات الخاطئة. استيد اعتلت العارية من إبراهيم كميل. إبراهيم كميل هل يسير على خطأ؟ فتح كميل وفهد كميل واللاعبين الكبار لهذه ايضا الاسماء الجميله. ثلاثه، نتيجه كبيره وثقيله في حق القادسيه. نادي كبير يفوز على نادي كبير اخر. نتابع الان فيما تبقى بانتظار صافرة حكم اللقاء الأثيوبي، الحكم الدولي الأثيوبي بلاك تيسيما، اللي أدار المباراة حقيقة إدارة ممتازة. ختام الجولة الثالثة من بطولة دوري اس تي سي للدرجة الممتازة. دور جماهيري كبير في هذه المباراة. من المتابعة كرة اللعب. هل هذه المباراة بانتظار يعني اللقاء، لقاء نهائي بطولة كأس سمو الأمير؟ هنا المتابعة، هنا في خطأ لصالح نادي الكويت في هذه اللحظات. أحمد الرياحي القادسية في النقطة السادسة من فوزين وخسارة. العميد الكويتي في الى الفوز الثالث. العلامة الكاملة 9 نقاط لأيضا نادي الكويت في هذه المباراة، وبالتالي صدارة بطولة الدوري. نبيل معلول هنا يعلن الحكم الدولي الأثيوبي تيسيبا عن نهاية شوط المباراة الثانية والمباراة. وسط أجواء، وسط مباراة جميلة استمتعنا فيها كثيرا في هذه المباراة. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام. كان معكم إبراهيم الأشال من القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. إلى قادم اللقاءات وفي قادم المباراة بحول الله تعالى في أيضا هذه البطولة. أترك الآن الكلمة بالصوت والصورة لزميلي العزيز حامد الشمري. حامد، تفضل لك الكلمة.